سيزار سيزار تعال سيزر حنزعقوا له من على بعد. احنا في الاول كنا بنزعقوا له من قريب، وانا النهارده حنزعقوا له من على بعد. هل هو هيسمعني وهيجي او مش هيتبع الكلام؟ فاحنا يلا تابعونا نشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. يلا يلا تعالى اهي اهي تعالى اهي شايفين؟ دايما بيطير ويرجع تاني، بيطير ويرجع تاني. يلا ايه؟ سيزر هو مش عايز يسيبني يا جماعة. يلا اهي اهي. يلا يا سيزر سيزر طبعا يا جماعة كده احنا كده ايه؟ الصقر بدا ايه؟ يستجيب ويروح ويجي. يلا اهي اهي. سيزر تعالى سيزر تعالى سيزر تعالى اهي اهي. احنا يا جماعه هنجربهم محاوله ثانيه ان نطلقوا سيزر يطلع فوق كده ويلف في السماء كده. سيزر يلا سيزر اهي اهي. يا جماعه طبعا هو كل ما يتبع الكلام كل ما ياخد الجائزه بتاعته. تمام اهي يا جماعه. الحمد لله ان سيزر بدا ايه. تعال سيزر تبعك. سيزر تعال سيزر بدا يتبع الكلام. تمام احنا ان شاء الله هنطلقوه يصيد طير وان شاء الله هيبقى التدريب بتاعه يجيب طير. تعال يا سيزر ايه الله. انا سيزر يا جماعة احنا شعور طيب وشعور جميل نطلقوا سيزر ويرجع تاني وان شاء الله بإذن الله احنا يعني هو دايما الشعور ببراج. يلا سيزر. طيب يا جماعة احنا معلمين هو غير خيط وغير حاجة. يلا اهي معاكم النهاردة عبد الحميد الحداد مروض الافاعي والصقور والحيوانات المفترسة بكل من فضل الله. وفي اخر كلامي مفيش حد يقلدني ولا حد يعمل زيي عشان خاطر الحاجات ديت غلط. ممكن الصقر مش معنى ان هو صقر شرياز بلدي ما يعورش لانه في مخالب كبيره شايف المخالب. وطبعا احنا عايزين ما حدش يقلدنا في اي مهنه. فيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس.